خلاص بقى كفايه يا جودي، تعالي. هو برافو. ايه رايك؟ برافو. امسك يا ادهم، امسك. تستاهل ان انا اسقف لها. برافو برافو برافو. ايه الحلاوه دي يا جودي؟ ما عندكوش نسخه من الفيديو بتاع الحفله بتاعتها بتاع المدرسه؟ والله يا عم انا مش متابع. فاطمه هي اللي بتلم الحاجات دي. لا لسه ما بعتولناش النسخه. اما تجيلك بقولي لي عشان عايزه اتفرج على كل رقصاتها. شفتي بقى؟ بقولك يا ايهاب، اتفضل. في موضوع كده عايز اخد رايك فيه. ليا صديق عزيز عليا عنده حته ارض كبيره في موقع متميز في التجمع، وناوي يبنيها قريب، بس هيبنيها مبنى اداري مش سكني. انا بقول يعني ربنا يوفقك في موضوع الارض بتاعتكوا دي، ونحجز عنده دور كامل، يبقى نوال مستشفى كده جميله وصغيره. مش وقته يا عمي، مش وقته. مشوار الارض ده هيبقى طويل قوي. لا طويل ولا حاجه، جماعه المستثمرين اللي عايزين الارض دي اكيد يعني هيبقى من مصلحتهم ان هم يخلصوا بسرعه. وبعدين انت ان شاء الله ربنا يوفقك في اتفاق كده مع اولاد عمك. ان شاء الله ان شاء الله. السفره جاهزه. هي يلا بينا. اتفضل. يلا يلا تعالى. الرأس الحلو ده. هو ايه اللي بابا عمله ده يا مروه؟ يحلف على امك بالطلاق ويطردها بره البيت. ليه يعني؟ عملت ايه عشان ده كله؟ كل ده عشان عايزه تحافظ لنا على حقنا؟ لا ما هو مش شايف انه حقنا، فلوسنا كتير ومش محتاجين، وعايز يفرقها على اولاد صفيه. ويرضي مين ان امك في سنها ده تبقى واقفه على عتبه البيت مش مستجريه تخش؟ ايه ده؟ هي واقفه بره؟ ايوه، وكلنا مش ماشيين غير لما تدخل بيتها. فين ابوكي نقول له الكلام ده؟ لو على اليمين اللي حلف وقع سعيد غضب مرفوع عنه الحساب، ولو كان مصمم بقى تبقى طلقه ورد. محدش هيدخل له، انا هقول له. ايهاب سيب اي حاجه في ايدك وتعالى على طول. تعالى، ده ابوك ناوي يوكس نواكسه كبيره، هيضيع كل حاجه عملناها. طيب يلا يما تعالي نخش جوه. انا ما حدش يمسك ايدي ولا حد يلمسني، انا متفق على كده يا استاذ من قبل ما امضي. هو هيبوسك يا مدام، ده هيمسك ايدك وهيطبطب عليها. في البدايه اعزنك ما تعرفيش حاجه، بعد كده تكشفي له الحقيقه وتديهم له كشاف في وشه. دي نقطه تحول مهمه جدا في الشخصيه يا مدام. تحول ايه وتنيل ايه يا استاذ؟ هو التحول ده يعني ما ينفعش ببصه بإيماءه، لازم يعني يمسك في ايدي ويتكلبش. على فكره يا نجمه الاستاذ كلامه صح. اهتدي يا اخويا وقول اهتديت. وبعدين يا استاذ استغفر الله العظيم، هو انت مش عارف ان البوس في الافلام حرام؟ حرام؟ انت عاوزه ايه دلوقتي يا استاذه؟ عاوزك تقول اكشن وتخلصني. انا الساعه 6 همشي من هنا، 6 و5 هكون واخده اوتوموبيلي ومروحه. حاضر. ولما نوصل للمشهد ده هنعمل برضو اللي انا عايزاه. اتفضلي يا استاذه اتفضلي. يلا يلا يا شباب جاهزين؟ يلا خش يا ابني. لحظه واحده يا استاذ. اتفضلي يا استاذ. مكياج. يلا يا ابني اديها المسدس. حاضر يا استاذ. هات يا اخويا البداره. هات. يلا يا استاذه الشمس بتروح يا استاذ. ثانيه واحده ثانيه واحده. جمال رباني بسم الله ما شاء الله الله اكبر. يلا يا ابني. الله اكبر يا استاذ. يلا رولينج. في ثانيه يا استاذ بستعد. ثانيه واحده. اتفضلي اتفضلي يا نجمه. يلا. فيلم حوادث الساحل 60 واحد اول مره. يلا ست ست اكشن. انا هنا الرئيسه زي ما ابويا الله يرحمه كان الريس. فهمني يا واد ولا لا؟ اللي يجي على المعلمه زوبه تدمره تخلص عليه. هلو انا هسامحك المره دي بس يا واد، فهمني؟ لكن مره تانيه تغلط غلطه زي دي هخلص عليك وهخليك تتشهد. تروح امك حافظه الشهاده ولا سامحه؟ يا لهوي بتمثلي من ورايا شوشو. ها بتمثلي من ورايا؟ تعالي انا لميتك اصلا من شارع الهرم جايه تمثلي من ورايا. بس يا ابني وبس يا ابني بس. يلا قدامي. ايه التهريج ده؟ فين يا حوس؟ طب وعيالك؟ كنت بتقولي لهم ايه لما بتنزلي تتمسخري في انصاص الليالي وسايبه عيالي لوحدهم في البيت؟ ما ترد عليا، كنت بتقولي لهم ايه؟ في الشغل يا شيخه. زي ما انت كده كنت بتروح تبات في حضن منيره وتقولي انك في الشغل. حسك عينك تجيبي سيره منيره على لسانك. كل اللي منيره. منيره دي انا رميتها من سنين ورجعت لقيتها بحطت ايديا.
وعمرها ما استجرت السنين اللي فاتت دي كلها انها تخطي خطوه واحده بره عتبة البيت الا ما كانت بترجع لي. وانا نفذت كلامك بالحرف الواحد، قلت لي كلميهم بالتليفون وقول لهم انك مش هتشتغلي، كلمتهم قدامك، كنت بطيعك في كل حاجه لدرجه ان انا اديتك فلوسي كلها وعمري ما اتكلمت. لكن كل ده كان امتى؟ لما كنت مصدقه انك ما بتضحكش عليا ولا بتخبي عليا حاجه، تبقى واحده بواحده بقى يا حاج خالد. انت عايزه تجيب المصيبه السوداء اللي انت عملتيها دي زي يومين يومين نمتهم في حضن مراتي؟ زي ما انت شايف ان دي مراتك ومن حقك تبات في حضنها، انا كمان شايفه ان ده فيلم وعادي اني اعمله، خصوصا بقى ان مفيش حاجه تعبني وانت جيت بنفسك وشفت. وبعدين بطل بقى تخلط الاوراق ببعض، انا بتكلم على نقض الاتفاق عالكذب واللوع. مين فينا بقى اللي بدا الاول، انا ولا انت؟ خروج من البيت مفيش، مروح المصنع مفيش، عارفه النادي اللي انت بتموتي فيه ما انتش رايحاه، الشارع اللي بره ده ما انتش هتشم ريحته يا شريفه. نعمين يا عمر. طب يا اخويا ما تسميني منيره احسن. لا اذا كان كده بقى تطلقني يا اكرم لي. هطلقك يا شريفه. طب سمعلي بقى طلقتك يا حاج خالد. طب وحياة ولادي كان قلبي بيتقطع كل ليلة وأنا سايباهم وخارجة، وإحساسي بالذنب كان بيقتلني عشان مخبية عليك حاجة، بس كمان كنت بستقوى لما أفتكر إن أنت كنت بتسيبني وتروح لمنيرة من وراي. حد لمسك؟ فشل. النعمة دي متصانة ليك لوحدك. الفيلم ده مش هيكمل يا شريف. والنبي فيلم حلو. وبعدين بقى؟ طب خلاص يولع الفيلم. بس بس ايه؟ بس في شرط جزائي في العقد، والراجل المنتج يعني صرف وكلف. يتحرق العقد، يطز في المنتج. ماشي خلاص، طز في المنتج حبيبي.